اتجاه الميت في القبر، اتجاه الميت في القبر في اتجاه، هناك صورتان، تنام تنيم الميت على الشق الأيمن ووجهه للقبلة وصدره للقبلة، هذا الوضع الأشهر. الوضع الثاني أن ينام الميت على ظهره ورجله للقبلة، بحيث إذا قام يقوم وجهه للقبر، والصورة الأولى أشهر. إذا كان مكين على غير ذلك فماذا؟ ولا حاجة، الأمر انتهى خلاص.